إذا مشاهدي شفتي تحية طيبة، كنقول لكم مرة أخرى عيد مبارك سعيد طبيعة الحال. كنقول لكم الأجواء من العاصمة الشرقية بعد يوم طويل وحار جدا، ولحد الساعة دابا يعني رحنا 9:30 ديال الليل وخا ما كانش البرد، يعني واحد الحرارة عجيبة وغريبة. الله يرحمنا وصافي، كما كتعرفوا اليوم دخلنا الصيف، حنا على المشارف ديال شهر 7. ومدينة وجدة معروفة من المدن المغربية اللي فيها الحرارة بزاف في الصيف طبيعة الحال، وباردة في فصل الشتاء. إذا كما كنشوفوا معنا، كنشوفوا مجموعة ديال السيارات هنا في أشهر شوارع المدينة، اللي إما كانوا عند العائلات ديالهم ولا خارجين يتساراو، ولا كان اللي عاد ماشي عند العائلة ديالو يتعشى معروض، ولا كما كتعرفوا في العادات والتقاليد ديال العائلات المغربية أو خصوصا الوجدية، دائما كتلقاو في هذه الوقيته هذه كيخرجوا يمشيو يزوروا العائلات ديالهم ولا الوالدين ديالهم، يقدروا يباتوا معاهم، يقدروا يتعشاو معاهم، كيمشيو كيلقاو مخلي لهم حقهم ديال القطبان، حقهم ديال الملفوف، ديال الراس. الله يسمحنا من الوالدين بطبيعه الحال. اذا كما كنشوفوا هذه الاجواء، يعني حركه غير عاديه. موال في مدينه وجده في هذه الوقيته هذه راه كتكون خاويه، ولكن اليوم في عيد الاضحى كما كتشوفوا معنا العكس، بالنهار كانت خاويه ودابا يعني كاين واحد الحركه غير عاديه بطبيعه الحال هنايا في اشهر شوارع ديال العاصمه الشرقيه. كذلك هاد الجاردان الزوينه نتمنوا انهم يديروها اعاده الهيكله، حتى هي فيها الناس جالسين هنايا كيستمتعوا بالاوقات ديالهم. كاين هنا العود والجمل، الناس كتجي الاطفال كيتصوروا. حنا العاده ديال رغم انه كاين تليفونات كاين مجموعه تاع الامور وهادي، باقيين الناس كيجيو ياخذوا دي فوتو في العيد الوليدات ديالهم، كيديروا في ديزالبوم بطبيعه الحال. هذه العاده بزاف تاع الناس اللي ولاو اليوم يتكلوا على الهاتف النقال بطبيعه الحال في الصور وداك الشيء، ينساو لي زالبوم، ولكن كيبقى الالبوم يعني واحد التحفه وواحد الذاكره اللي ما كتمحاش وما كتمشيش، وكتبقى يعني سوفينير ديال العائله. حنا كاملين اي واحد راه اليوم حنا سيرتو الجيل تاع الثمانينات والتسعينات، اي واحد فينا راه كيمشي كيجيب لي زالبوم القدام كي كان صغير طبيعه الحال، وكيتفرج في راسو كي كان. اذا هذه هي الاجواء في العاصمه الشرقيه كما كتشوفوا معنا. مدينة وجدة كنحاولوا دائما نقربوكم، كما كتشوفوا هذه اقدم بوست يمكن في المغرب، بريد المغرب اقدم بوست كاينه في المغرب هي هذه، هي والبلديه نتاع مدينه وجدة او التي سميت التسميات الجديده بجماعه وجده بطبيعه الحال. هذا الشارع هذا هو واحد الشارع عنده واحد التاريخ كبير. تشوفوا معنا دراجات وسيارات تجوب شوارع مدينه وجده في هذه الاثناء. لاحظنا بانه الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج يعني دخلوا بزاف، كانت بزاف تاع السيارات المرقمه بارقام ديال الدول الاوروبيه سواء فرنسا او هولندا او اسبانيا او بلجيكا او المانيا. كما كتعرفوا مدينه وجده فيها بزاف ديال الجاليات. هذه هي الاجواء. كوتشي، حنا عندنا ظاهره الكوتشي، يعني اللي بغي يمشي يضرب شي ضرب راه هنايا في الكوتشي كتشوفوا معنا. كوتشي اللي موجود بزاف في مدينة مراكش. وليدات صغار، عائلات خارجين، مقاهي عامرين، يعني واحد الأجواء جميلة جدا صيفية ديال العيد ديال العطلة ديال الصيف بامتياز.
كانوا غادي يمشيو مثلا مدينه السعيديه ولا غادي يلقاوها عامره، لان بزاف تاع الناس اللي عندهم منازل ديالهم. كاين الناس تاع الجاليه اللي كيجيو ديريكت مول السعيديه، ما كيجيوش كاع لمدينه وجده، كيعيدوا تما. اذا هذه هي الاجواء هنا في العاصمه الشرقيه بطبيعه الحال. شوفوا معنا مجموعة ديال السيارات.